السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم باشمهندسة هاجر، والنهاردة هحل معاكم الشيت الخاص بالدرس اللي شرحته لكم، واللي هو التوصيل دلتا للأحمال. هنبتدي دلوقتي بالسؤال الأول، وهو بيقول إن لديك 3 أحمال غليات مياه تم توصيلهم مع توصيل دلتا، لهم قيم مقاومات RA و RB و RC بيساوي 50 أوم، وتم توصيلهم بمصدر جهد 3 فيز لتوصيل دلتا، وال VAB بيساوي 230 أنجل زيرو. طبعا ده كده نظام متزن. بيقول لك عايز يحسب تيارات الخطوط IA line IB line IC line وتيارات الفيزات. بما ان هو نظام متزن، يبقى VAB بيساوي VAB و VBC بيساوي VBC و VCA بيساوي VCA. يبقى إذن ال VAB بيساوي 230 أنجل زيرو، وال VBC بيساوي 230 أنجل سالب 120، وال VCA بيساوي 230 أنجل سالب 240. ودلوقتي هنحسب التيارات. اي تيار اي اي بي بيساوي الفولت اي بي على الزد اي، يبقى هيساوي 230 انجل زيرو على 50، هتساوي 4.6 انجل زيرو امبير. وناخد بالنا ان احنا بنوجد قيمة التيار، يبقى نكتب الوحدة بتاعته امبير. التيار اي بي سي بيساوي الفي بي سي على الزد بي، يساوي 230 انجل سالب 120 على 50، يبقى هيساوي 4.6 انجل سالب 120 امبير. التيار اي سي اي هيساوي في سي اي على زد سي، يبقى هيساوي 230 انجل سالب 240 على 50، هيساوي 4.6 انجل سالب 240 امبير. الاي اي لاين هيساوي الاي اي بي الفيز ناقص ال ICA للفيز، هنطرحهم من بعض، 4.6 انجل زيرو ناقص 4.6 انجل سالب 240، هيبقى معاك القيمة 7.96 انجل سالب 30 امبير. التيار التاني IB line هيساوي IBC الفيز ناقص ال IAB فيز، هيساوي 4.6 انجل سالب 120 ناقص 4.6 انجل زيرو، يبقى هيساوي 7.96 انجل سالب 150 امبير. التيار اي سي لاين هيساوي الاي سي اي فيز ناقص الاي بي سي فيز، هيساوي 4.6 انجل سالب 240 ناقص 4.6 انجل سالب 120، هيطلع معاك القيمة 7.96 انجل 90 امبير. والسؤال الثاني، معانا لديك 3 أحمال، كل حمل بيتكون من لمبة تنجستين ولمبة فلورسنت، وهما متوصلين مع بعض على التوالي، تم توصيلهم دلتا. ليهم القيم الآتية: RA بيساوي RB بيساوي RC بيساوي 100 أوم، والـ XLA بتساوي الـ XLB بتساوي الـ XLC بتساوي 75 أوم. وتوصيل تم توصيل الأحمال، احنا كده وصلناهم دلتا، هنوصلهم بجهد 3 فيز برضو دلتا، وجهد الفازة 200 انجل زيرو، ال VAB 200 انجل زيرو. النظام ده متزن. احسب تيارات الخطوط وتيارات الفيزات. هو في غلط في الكتابة هنا، النظام ده توصيله دلتا متزن. بالتالي ال VAB للفيزة بيساوي ال VAB لللاين، وال VBC للفيزة بيساوي ال VBC لللاين، وال VCA للفيزة بيساوي ال VCA لللاين. النظام متزن، الأحمال قيمها متساوية، ال VAB للفيزة بيساوي ال VAB لللاين، يبقى إذن ال VAB بيساوي 200 أنجل زيرو، وال VBC 200 أنجل سالب 120، وال VCA 200 أنجل سالب 240. التيارات، التيار IAB بيساوي ال VAB على ال ZA، يبقى هتساوي 200 انجل 0 على 100 زائد جي 75، هتساوي 1.6 انجل
سالب 36.86 امبير. طبعا 100 اللي هي انت كان عندك ار واكس، الار كانت ب100 والاكس ب75، يبقى في تبقى 100 زائد جي 75. التيار اي بي سي بيساوي ال في بي سي على الزد بي، هتبقى 200 انجل سالب 120 على 100 زائد جي 75، هتساوي 1.6 انجل سالب 156.86 امبير. والتيار الاخير معانا اللي هو اي سي اي هيساوي في سي اي على زد سي، هتساوي 200 انجل سالب 240 على 100 زائد جي 75، هتساوي 1.6 انجل 83.13 امبير. تيارات اللاين، الاي اي لاين بيساوي الاي اي بي فيز ناقص الاي سي اي فيز، يبقى هيساوي لو احنا من القيم اللي عندك اللي احنا لسه حاسبينها من فوق، الاي اي بي هنطرح 1.6 انجل سالب 36.86 ناقص الاي سي اي اللي هي 1.6 انجل 83.13، هيدينا 2.77 انجل سالب 66.865. طبعا امبير لازم نكتبها. الاي بي لاين هيبقى بيساوي الاي بي سي فيز ناقص الاي اي بي فيز، يبقى زي ما المرة اللي فاتت هنطرح ال اي بي سي اللي هي 1.6 انجل سالب 156 ناقص ال اي اي بي 1.6 انجل سالب 36، هتطلع 2.77 انجل 173.14 من 100 امبير. ال اي سي هتساوي ال اي سي اي فيز ناقص ال اي بي سي فيز، هتساوي 1.6 انجل 83.13 ناقص 1.6 انجل سالب 156.86، يبقى الاي سي ب2.77 انجل 53.31 امبير. والسؤال التالت، لديك ثلاث احمال غليات مياه تم توصيلهم معا توصيله دلتا لهم قيم مقاومات RA RB RC، RA 5 RB 10 RC 15، وتم توصيلهم بمصدر جهد 3 فيز. دي توصيلة دلتا ال VAB بتساوي 240 انجل 0. عايز يحسب نظام في النظام توصيل دلتا الغير متزن تيارات الخطوط وتيارات الفيزات. ال VAB فيز بيساوي ال VAB، وال VBC بيساوي ال VBC، وال VCA فيز بيساوي ال VCA لاين. يبقى إذن ال VAB بتساوي 240 انجل 0، وال VBC 240 انجل سالب 120، وال VCA 240 انجل سالب 240. التيارات، تيار ال IAB بيساوي ال VAB على ال ZA، وتيار ال IBC بيساوي ال ZB على ال VBC على ال ZB، وتيار ال ICA بيساوي ال VCA على ال ZC. يبقى إذن ال IAB هيبقى بيساوي 240 انجل 0 على 5 ب48 انجل 0، وال IBC بيساوي 240 انجل سالب 120 على 10 هتبقى ب24 انجل سالب 120 امبير، وال ICA 240 انجل سالب 240 على 15 هيبقى ب16 انجل سالب 120 امبير. تيارات اللاين، ال IA بيساوي ال IAB فيز ناقص ال ICA فيز، هنطرح برضو ال IAB اللي هي 48 انجل 0 ناقص ال ICA اللي هي 16 انجل سالب 120، هتبقى ب57.68 انجل 13.89 امبير. ال IB بتساوي ال IBC فيز ناقص ال IAB فيز، ال IBC اللي هي 24 انجل سالب 120 ناقص ال IAB اللي هي 48 انجل 0، هتبقى ب63.49 انجل سالب 160.89 امبير. والتيار الاخير IC بيساوي ال ICA فيز ناقص ال IBC فيز، ال IC اللي هي 16 انجل سالب 120
ناقص الاي بي سي اللي هي 24 انجل سالب 120 هتبقى ب 8 انجل 60 امبير. كده انا حليت الثلاث مسائل معاكم، ان شاء الله تكون كل حاجة واضحة، واي استفسار انا معاكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.